وقف عبد الله بن عمر بعرفات فنظر إلى الشمس حين تدلت مثل الترس للغروب، فبكى واشتد بكاؤه، وتلا قول الله عز وجل: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء، وهو القوي العزيز. صدق الله العظيم. فقال له عبده: يا أبا عبد الرحمن، قد وقفت معك مرارا لم تصنع هذا. فقال: ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بمكاني هذا فقال: أيها الناس، لم يبق من دنياكم هذه فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.